Coucou tout le monde. Coucou mes amours. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah. Trilo et Nest. Nestatain. Ou Fox Bishin Dare Live Macom. Trilo. Fox à l'autre. Et comme moi. Je suis Fox à l'autre. Bishin Dare Live. Bishin Dare Live. كيف وعدتكم وجوني واحد الكميات هائله ديال البنات كيقولوا لي ديري لنا اللايف وجوني حالات كذلك ديال البنات كيقولوا لي عافاكي حاولي ان تهضري في هذا الموضوع هذا وان شاء الله اليوم غادي نطلعوا حتى حالات ديال البنات اللي عندهم هذا المشكل هذا باش يهضروا لينا على هذا المشكل فنتمنى لكم تكونوا على خير اول حاجه كيف عندكم الاجواء كل واحد فين كاين قولوا لي كوكو رشا نسات رشا عيات كاو مع الصباح كنت في لابيسين وراكم عارفين لابيسين كي لينا ما كناش بعيد عليا بواحد 30 مينوت تقريبا فالشي اللي ما كناش معايا ان شاء الله غدا ان شاء الله نطلعوا كامل لايف انا وياها عثمان كيف بقيتي صافا كي وصلتي مزيان فحشتك والله رشا بنتي سي ما في اللي دابا عندها تبارك الله 11 اون والبارح حيتاش بارطاجيت معكم ان رشا جات على دبي وجات مع اوتيس فالبنات البارح صيفطوا لي ميساج قالوا لي راه قالوا لي بان واو زعما هي كتسافر بوحدها حنا ما كنقدروش نسافروا بوحدنا وهذا هو الموضوع ديال ما كنقدروش نسافروا بوحدنا ما كنقدروش نمشيو لهنا بوحدنا كاين البنات اللي كيقولوا لي حنا ما كنقدروش نمشيو للحانوت ما كنقدروش نمشيو للحمام ما كنقدروش نمشيو ولا نخرج بوحدي ما كنقدرش هذا مشكل كبير بزاف البنات هو ان اي وحده ما تقدرش تخرج بوحدها اولا ما كتعطيش لراسها هاد لوكازيون انها تخرج بوحدها اولا تعرف مع ناس جداد اولا تشوف ناس جداد نهار كيخطاو كيف قلت لكم لي بارون نهار كيخطاوك الخوت ونهار زعما الله يخلي لكم العائله ديالكم وكلشي ولكن نهار كيخطاوكم راه واحد المشكل كبير راه ما كتقدريش تمشي صايبي ورقه وحده راه الشخصيه ديالك نهار كتولي عاد تطلقي مع الناس لان الله سبحانه وتعالى خلق فينا الناس خايبين وناس زوينين دونك باش نعرفوا حنا الناس زوينين كيفاش دايرين كاين حتى الناس خايبين دونك فاش تولوا كتزادحوا مع الناس الخايبين وتلقاو معاهم ويأذيوكم ويضروكم تما كنعطيكم داك لو شوك ديال شنو هالشي هذا انا فين انا تبقات بالكم الدنيا بحال داخلين لشي غابه بحال داخلين لشي اكيد كاينين ناس مزيانين كاينين ناس خايبين فالشي اللي كنقول لكم علاش الواحد خاصو يسافر وخاصو يخرج وخاصو يمشي وخاصو يجي خاصو يتعرف مع الناس وحتى تبقي هاد مثلا بقيتي في الحي ديالك وكنتي مثلا عندك غير المدرسه الدار كترجعي للدار وكتعاودي تخرجي غير في الحي ديالك مصاحب مع شي صاحبتك فوالا هذا بوغ فينيغ شنو غادي تلاقى اما مع شي واحد الحومه ولا غير جوجك باسكو هما هذاك لونطوراج هو اللي كيشوفك شاك جوغ دونك هو اللي غادي من داك لونطوراج غيجي شي واحد يتزوجك لان كيما كتخرجيش الا كنتي كتخرجي اولا كتسافري اولا فهمتي كتحاولي تبدلي من حياتك شويه بشويه
غادي غادي انا قلت لكم راه يطلعوا معايا البنات اللي عندهم هاد الحالات ونهضروا في هاد المشكل هذا. انا مزوجه عندي بنت وعندي هاد المشكل، ما كنقدرش نخرج بوحدي ولا شفت الناس بزاف كندوخ حيت ما كنخرجش. فوالا ايفيكتيفمون حيتاش نتيا ولفتي انك تبقاي لمده طويله بوحدك. يعني مثلا انا وليت بيتوتيا وامامو حيتاش كنت ما كنبغيش نخرج بزاف، يعني ما كنتش كنخرج بزاف وكنت ديما ما كنتلاقاش مع الناس وهذا، واخا كنسافر وهذا ملي كنت ما كنتلاقى مع صحابات، ما كنتلاقى مع بنات. الشيء اللي كان كيخليني انني نكون بيتوتيا في هذا الموضوع هذا، يعني بقى غير في الدار. ولكن انا كيف نعاود نرجع لكم للبوان اللي كنا هضرنا فيها، اللي هي تبقاي في لونتوراج ديالك، تبقاي في داك الحي ديالك، غايجي تزوجك غاود الحي ديالك، ما تخرجيش من داك، ما تخرجيش، يعني ما تبقاي غير في بلاصتك، فين كبرتي، فين غتزوجي، فين غتربي ولادك، فين. دونك وحده لا بغات انها تخرج، ما تعمرش في الحومه ديالهم، ما تعمرش في البلاصه ديالهم، ما تصاحبش مع البنات. عندك مدرسه قريبه، لا مشيت انسكريف في ايكول بعد عليا، ماشي مشكل، واخا نتمشى اون دوميير افون نخرج قبل من لونطري سكولير، من ديال الصباح، ديال الصباح ونتمشى واحد 30 مينوت، ولا ناخذ طاكسي، ولا لا عندي هذا، ونحاول انني نتعرف، ناخذ طوبيس ونخطرام لي كان، نحاول انني نتلاقى مع الناس ونشوف الناس وما نخافش. باش تولي كتعتمدي على راسك، تولي ما كتخافيش من الناس، كتولي كتواجهي، كتولي عندك شخصيه قويه. والشخصيه القويه راه من الحوايج اللي راه كاينين شي رجال الا ما لقاش فيك شخصيه قويه راه ما تعجبيش، راه شي يقول لكم صافي تبقى غير ساكته، اوكي زوينه لا بوتي كذا، ولكن الا بقيتي تبقاي كتهضري وبنادم صافي تسكت، لان علاش كيحسك انك واحد الانسانه ما عندكش شخصيه. وسورتو لا دخل في حياتك شي واحد مثلا كنتي ساده عليك ودخل شي واحد في حياتك كتبغي غير هو، كتبقاي تشوفي فيه غير هو، هذا هو الحياه ديالك، هو لونطوراج ديالك، هو داك بحال حشيتي راسك في شي قفص وبديتي تحشيه معاك وتبقاي تشوفي غير فيه. دونك غلط 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 البنات انكم اكزاكتومون البشر كيخلع حيتاش الواحد كيكون بوحدو كيكون بوحدو دانكو فاش تخرجي للدنيا راه كتلاقي البشر، دونك هذوك البشر هما كيخلعوا. فاش نقول حنا الزمن كيخلع، واش الدنيا واش الهواء واش الحيوط، لا هذوك الناس اللي كيخلعوا. دونك الواحد شنو خاصو يبدل من حياته، يبدل من حياته، يخرج يسافر يخرج على الاقل، خرجي غير من الحومه ديالك، ما تبقايش 24 ساعه اجي نتلاقى مع فلانه، لا اجي نمشي نتلاقى مع فلانه. كيف قلت لكم تقدري تانسكريف شي ايكول بعيده، تقدري ديري شي بغيتي تعلمي شي لغه سيري لشي سونتر شويه بعيد باش تبقاي ديري الطريق، او ميم طون تلاقي مع ناس عايشين في بلايص اخرين وساكنين في بلايص اخرين وكبرين في بيئه اخرى، باش انا نغير من المونتاليتي ديالي، نغير من تفتحوا لي افاق كبيره، نتلاقى مع ناس اخرين، نولي نعرف نهضر ونولي عندي اسلوب، لان كل وحده فين عايشه، ممكن بنات عايشين في 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 بلايص مثلا في حي شعبي او لهذا، دونك لونطوراج ديالك او البيئه ديالك كتغلب على الطباع ديال اي واحد. ولكن لو وليتي كتخرجي كيف قلت لك انسكريرسك في اي حاجه، سال دو سبور بعيد راه عط الله. وانا كنعرف واحد لا بيرسون كانت بحال هكذا، كانت ما كتقدرش تخرج، الشيء اللي كان كيخليها انها ورقه خاصها تمشي معها راجلها، ولكن العزيمه والاراده خلاها انها تبقى تخرج تعلمات وبزاف الحوايج. دونك انها تخرج، انها دير بيرمي ديالها، انها تمشي بعيد، انها الواحد على الاقل بدل نفسه من واحد ليفل، يعني من واحد نيفو لواحد نيفو بعدا او موان، ماشي الواحد يبقى غا جالس كيشوف لونطوراج ديالو، كيشوف والديه كل نهار وعائلته مو باه، نهار كتمشي عند راجلها كتبقى تشوف غا في راجلها، يعني ما ورقه من باش تقاد لك اخت ناسيونال ما كيقدروش يخرجوا. انا كنعرف بزاف باي دوي كتلي وحده حداك
لا لانه مشكل كبير. وحتى انا تبارك الله بنتي عندها 11 ans كيف قلت لكم. شنو قلت اميمه؟ الواحد يزعم فوالا ديما اول حاجه الواحد يزعم كي جاي الطياره سافر شي حاجه اللي صعيبه امبوسيبل نديرها بوحدي امبوسيبل دابا نمشي مع لي بارون ضروري نسافر مع لا فامي مع اختي بوحدي جامد لهاد الناس سافرت صافي لبلاد اخرى بلاش هادشي راه ساهل عادي نورمالمون تشوفي حوايج اخرين اكزاكتومون تحل لك افاق جديده ناس تلاقيهم جداد غتوليو واحد تما كاين اكزاكتومون حتى كيفاش الواحد كيفكر كتبدل ما كتبقيش تفكري دابا انت كتشوفي راسك اميمه ديال شحال هذه اميمه ديال دابا طريقه التفكير ديالك هادو هما اكزاكتومون هادو شنو كيكونوا كيوليو دي زيكسبيريونس كيوليو في حياتك دونك كتعلمي من الحاجه الخايبه والزوينه دونك مع الوقت راه كيف قلت لك كتقدري تلاقي مع ناس كيعطوك نصائح ناس كيعطوك افكار جديده دونك هادشي هذا كيخلي ان الواحد البنت كيخليها البنت ولا الولد حتى الولد باي دوي ما تبقاش تقوليش انا الولد يبقى كيخدم وكي ولا كيرجع ولا متكل على والديه وكيمشي ينزل حدا الدرب كيبقى عاصر وكيبقى يقول لك لا انا الوقت ما عطاتنيش الزمان ما عطانيش خويا قلب على راسك ما عطاتكش الحومه ديالك قلب في المدينه سير بعيد ما لقيتيش في المدينه بدل المدينه الواحد ما يفقدش الامال سي جامي ترو طار كومون دي جامي ترو طار مي غير خاص الواحد يدير واحد البرومي با ويقول انا خاصني نبدل من حياتي خاصني نبدل من هاد من هاد العقليه ديالي خاصني نواجه الناس نواجه واخا تلقاي ناس خايبين ماشي مشكل هادوك دروس غتعلميهم في حياتك كيف قلت لكم انا رشا تبارك الله علاش مخليها كتسافر بوحدها مثلا او لا رشا منين كانت بيبي زعما منين كانت ماشي بيبي اون فادير ولا بوغ موا دابا بيبي منين كان عندها عامين ونص كنت بعدا كان فاش كنفيق كنخليها تلبس حوايجها بوحدها كنبقاش نقول لا اجي لبسك كنعطيها حوايجك نقول لها لبسيهم كنعطيها ليبا تعرفوا ليبا ما كاينش مصعب من ليبا انا كنقول لها كلبسي ليبا ديالك هادوك دي ليبا ديال اللي كيطلعوا حتى الفوق كنقول لها كلبسيهم راكم عارفين لي با في الرجلين حنا كبار وصعاب اننا نلبسوهم حنا البنات وكنقول لها كلبسيهم تلبسهم اي واش ونتعتمد على راسها الاعتماد على النفس لبسي حوايجك كنقول لها كنت كنعطيها حتى الاختيارات واش بغيتي تلبسي هادي ولا تلبسي هادي ماشي كاينين دي مامون كتبقى تقول لك على ولدها على بنتها ولا ولدها لا انا بغيتو يلبس هكا بغيتو يكون هكا بغيتو يجي هكا بغيتو يدور هكا بغيتو فهمتوا دونك مي داك لونفون كيكبر على ان انا ماما هي اللي سي مامون كي ديسيد ولا سي بابا كي ديسيد فهمتوا دونك سي مامون كي ديسيد ولا بابا كي ديسيد ما كتبقاش ما كتكونش عنده شخصيه ان انا نقدر نعطيه حتى انا الراي ديالي في شي حاجه نهار كيعطي رايه ديالو ماذا بدي يعطي الراي ديالو مثلا فليك ولا فلاكلاس ولا في شي حاجه كيتقمع نهار كيتقمع ما كيبقاش يعطي الراي ديالو كيولي كيخاف من بنادم عندها كيهضر عندها كيولي عنده ديك الحشمه كيولي عنده واحد الحاجز اللي ما كيقدرش يتخطاه ابدا فانا كنقول لكم ونعاود نقول لكم البنات حاولوا في اي حاجه سيري تقيدي كيف قلت لك سال دو سبور مدرسه جديده تعلمي لي لونغ لي كان في اي حاجه سيري بعيد تبقايش حدا الدار تبقايش حدا لونطوغاج ديالك بتلي المونتاليتي بتلي الافكار بتلي بزاف ديال الحوايج اللي هما مثلا كيفاش هاد الناس كيفكروا ما خصنيش نفكر بحال محتاجش انا كبرت في البيئه خاصني نفكر بحال دوك الناس لا وخاصكم تعرفوا على ان التليفون واحد السجن ما عارفين شحال صعيب التليفون فريمون انا براسي كنحاول نحيدو الماكسيموم والله وصعيب حتى انا صعيب علي اني نحيد ولكن فاش يكون عندك شي حاجه مهمه حتى التليفون سيري ديريها حيدي العكس نوضي راني ماشي صعيب نقنعهم هو راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه لان انا درك كيف قلت لكم البنات كيقولوا لي يا عافاك حنا ما كنقدروش نخرجوا
راه دائما الاول صعيب كيف قلت لكم، دائما الاول صعيب، ولكن من بعد الواحد كيحاول انه على الاخر كيف قلت لكم سيروا بعيد، تلاقوا، خرجوا، سافروا. معليش جاتك شي سفر، شي حد عرضك شي، قولي لماما كان غادا انا بغيت نمشي ما تيقي، ولكن شنو ا كونديسيون؟ خلي والديك يثقوا فيك، ماشي انا غنمشي الناس عند فلانه تدت لغد ليه كتسمعك مشيتي شي بلاصه اخرى شي، يعني تما كاين كتفقد منك الثقه ابدا فوريفر للابد، ديك الثقه ما كتبقاش وضعها فيك لو فير لي كيخليك انك ما كتعاوديش تخرجي، ما تعاوديش تسافري، ما تعاوديش تمشي الناس عند صحاباتك. فهمتوا؟ دونك شنو وكيف قلت لكم لي بارون سورتو لي مامون، انا كنعرف دي مامون شنو كانوا كيديروا، كيحاولوا هما هي كتدي بنتها للمدرسه كتسناها في الباب. انا كنت كنسكن في واحد لوندرو في مكناس، كانوا حدايا مدارس كوليج ليسي بريمير، كانوا كاملين اون فاس. لو فير لي انا كيخليني انا نشوف دي مامون كانوا كيجيو يحطوا بناتهم مع الجوج وتبقى جالسه من الجوج حتى للخمسه، اختي ما عندك ما عندك غسليهم، ما عندك حوايج تصبنيهم، ما عندك راجل كيتسناك في الدار، زعما خاصين حدا بنت ما كتعرفش، على ان بنتها البلاصه الوحيده اللي كتخليها ان تكون فيها حريه هي ديك ليكول. الله يجعلها ما تقراش، هي الله يجعلها ما تقراش، كتلاقى مع شي واحد تما كيبدي يكذب عليها، كيوليو يهربوا فوق السور، زيدين هربوا، كتمشي هي مع الجوج هربات ما كتبقاش تدخل لا كلاس كاع، كتهرب فوق السور وترجع مع الخمسه وتخرج انا جيت تمام، ما كتسناها في الباب على اساس راه قرات. تيجيها اما تيجيهم حتى شي، راكم عارفين اغلبيه كان هادشي في الكوليج، لان راكم عارفين تيجيها راه بنتك غادي نوصلوها من المدرسه. علاش؟ لان البنت ما كانتش كتجي، كيفاش انا كنوصل بنتي وبنتي ما كتجيش؟ علاش؟ لان لي مامون كتبقى لاصقه في البنت، كتبقى لاصقه في البنت وكتقول لها انا كنتسناك في الباب. البنت باغا الحريه ديالها، باغا تخرج من المدرسه، باغا تمشى من المدرسه للدار، باغا تهضر مع صحاباتها، باغا علاش لاصقه 24 ساعه مع بنتك ولا مع ولدك؟ اولا الولد اي بور فينير الولد تحسي به طالع شويه ناعم، لا خلي الولد يعتمد على راسه، خلي الولد يمشي يلعب كره مع دراري، خلي الولد يرجع مع. اقسم بالله العلي العظيم خاصكم تعرفوا على ان الا خليتوهم كتكون الشخصيه ديالهم، كيوليو وليدات وبنيتات اللي عندهم شخصيه، كيوليو يدافعوا على راسهم، كيوليو اقوياء، ما كيبقاوش يخافوا من الزمان ومن الناس، ولكن من الدار المدرسه، مدرسه الدار، وانا نتسنى. وبوغ فينير عرفتي شنو اغلبيه ديال هادو يجيبوا لهم الكرش يا ربي السلامه، كيمشيو يديروا شي غباء، اولا غير كتكبر شويه كتولي تهرب من الدار، كتلاقى مع شي واحد خصها يتهرب، امتى تهرب؟ علاش؟ فين كان المشكل؟ في لا مامو ولا في البابا. وانا كنعرف بزاف، ولكن كل مره ما ترخفيش بزاف وما تزيريش بزاف، حتى المشكل حتى صراحه السبب على لي بارون اللي كيخليو اللي كيزيروهم بقاو في الدار، لا ما تخرجش، لا ما تمشيش، لا تنخرج معاك، بغيتي تمشي تشري سروال تمشي معاك وتمشي معاه وتقول له خذ هذا السروال، لا خذي هذا الشوميز، لا هذه خصها تلبسيها هكا. اوكي التربيه مهمه بزاف انها تلبس طويل ولا قصير وداكشي كيف ما كتشوفي بنتك كتحلمي بها تكون، ولكن راه واحد الحاجه اخرى هو ان شنو عطيها اختيارات تختار باش تحس على انها مهمه في الحياه، ماشي بسي هادي ديري هادي انا اللي سمو كي ديسيد. من بعد تعرفي لو ستيل ديال بنتك، واخا تمشي تاخدي لها مره مره دي كادو، ولكن عطيها داك عطيها داك انها تمشي تختار راسها، اختيار مهم من الصغر كيبدا الاختيار، واش بغيتي هادي ولا هادي، الشكل هادي ولا هادي، حسوا واخا راه دي زونفون حسوهم مهمين في الدار، حسوهم انهم مهمين في الدار في اي حاجه. عاد كنقولوا برا
واش بغيتي تقراي هادي واش بغيتي تقراي هاد البرونش واش عاد كنعرف دي بارون لا انا بغيتك تقراي هاد البرونش ما بغيتيش تقراي هاد البرونش هذا ما بغيتك تولي ما يمكنش واحد يكون كيدير واحد الخدمه وهو ما كيبغيهاش وحلمو في حاجه اخرى عمره ما غيعطي حتى حاجه زوينه يعني عمره ما غيعطي ما غيعطيش في ديك الخدمه ما غيكون ما يكونش ما حتى ما كيبغيش ديك الخدمه ما غيعطيش من قلبه غيخدم هو فوق ما بغيش يخدم كيولي يضارب مع المدير ولي يضارب مع الموظفين اللي معاه كيولي يضارب مع راسه خارج مضارب او مضارب مع الطاكسي مضارب مع مول الباركينغ مضارب مع فهمتوا خليوا الانسان يختار كل واحد حر اوكي انت ولتيه ولا انت ولتيه اوكي انا معاك ولكن الاختيار راه مهم كيكون من شخصيه الطفل باش فاش كيكبر داك الطفل كيولي عنده واحد الشخصيه قويه وزوينه وانا كتشوفوني اقسم بالله ماما كتقول انا كنلعب في الباب كنمشي بلاصه اخرى ماشي كنشجع ولكن وسخته انا داك فداك الوقت ديالنا وحنا فاش كنت انا صغيره صراحه حتى الموضوع ديال الاغتصاب والاشياء هذه ما كانش عندنا ماشي بحال دابا لان دابا ولات تبارطاجا في السوشيال ميديا اللي كيخلي ان الواحد ماما دخلات كيخلي مشيت وجيت كيخلي ان الواحد الاغتصاب فهذا انا داك فاش كان ما كانش يعني دابا الاغتصاب اللي كيبارطاجا بلوتو في السوشيال ميديا كيخلي على ان الواحد كيزعم على الاغتصاب حنا ما كناش شحال هذه كنسمعوا الاغتصاب دونك انا فاش كنت صغيره ما كانش اغتصاب اقسم بالله الا ما عمر شي واحد وانا صغيره تحرش فيا وباي ذا واي انا مصاحبتي وكنت كنجرب معايا دينا ودينا كانت صغيره كنا كنمشيو بعيد كنا كنمشيو تقول لي ماما كنقول انا كنلعب لتحت ماما باي ذا واي كتفرج ها انا كنلعب وانا شنو كنمشي بلاصه اخرى كنمشي كنلعب كنمشي نتلاقى مع ناس اخرين واخا كنديروا مناتيف ولكن داكشي اقسم بالله انه كون من الشخصيه ديالي انا ما كذبش عليكم انا راشد دابا كتقول لي ماما فاش سورتو افون ماما راه شي وحده ضرباتني سورتو فاش كنت في المغرب كتقول لي شي وحده ضرباتني وشي وحده ولا ضرباتك ضربيها ما كذبش عليكم انا ما نقولهاش نو صافي معليش وانا كنقول ضرباتك ضربيها ماشي باش نعلمها القباحه راشد تبارك الله مربيه ولكن كنقولها ضرباتك شي وحده ضربيها تخافيش تعطيك عطيها باش كتكبر كتدافع على نفسها ماشي كتولي تتزوجي يهز عليها الراجل غير يديه تولي ديرها لا اقسم بالله اي رشا هاد العام هذا قيتها في الكاغاتي قلت ليها قيتها في الكاغاتي وقلت ليها قالوا لي علاش قلت لهم انا بغيت بنتي تلعب الكاغاتي باش فاش تكبر الراجل اللي جاي يضربها تدافع على نفسها انا بغيت تدافع على نفسها وبغيتها ديك الشخصيه ديالها تقوى والحمد لله شخصيتها كنشوفها دابا قويه انا حتى ماما كانت خويا ريان صغير كانت كتمشي وديما شاده في يدي كنبقى نقول لها حيدي يدك ما تبقيش شدي فيه كتقول لك لا خفتو يضيع خفتو لا تلقيه خليه يتمشى خليه مابقاش غير قابطه فيه مابقاش قابطين في ولادكم قبطوا في ولادكم الا كان شي طريق واعره شي شانطي نيت شي اوكي شدوا في ولادكم كتخاف ولكن واش انت غادا بها مثلا بلاصه كبيره على فواغول خليه قدامك ماشي اللور لا خليه قدامك وشوفي فيه حضيه ويكون حافظ مرسك يكون حافظ هادي يكون حافظ هادي وتعلموه كذلك اكيد الى جا شي واحد هضر معاكم قال لكم يلاه معايا لا يلاه ديما هادشي هذا تيدخل في الراس تيولي داكشي سبحان الله مطبع فيه ولكن ويا عثمان راك شفتي تبارك الله لا رشا تبارك الله مربيه ولكن انا كتجي عندي كتشحال ديك كتجي عندي كتقول لي ماما شي وحده ضربيها غوتت عليا الا هضرات معاك شي وحده ميشامو وتتهضري معاها ميشامو باش ماشي تكبر وتولي تخاف اللي جا هضر معاها ما عندها ما تعرفش تجاوب لا عرفي تجاوبي عرفي تهضري عرفي ما تخافيش من الناس إنسان بطبعه بحاله بحالك
راه بحال ما فايتك حتى بحاجه كيف ما كان كيف ما كان البوست ديالو. غير باش نقول لكم انا راه تلاقيت مع ناس راه قبل ما نقول لكم اقسم بالله العلي العظيم الا كنشوفو نيفو عادي اكيد لكل مقام مقال، ولكن راه لو فيغ يعني مثلا الناس شي واحد مثلا عنده شي سلطه وجه يهضر دوي معايا خايب راه دوي معايا خايب، ما غاديش نسمح في حقي، لان الحق لكل حق حق، خاص الواحد يعرف غير كيفاش يهضر، ماشي ما تفهموش غلط على ان الشخصيه، لان كنعرف بعض الناس الشخصيه كيقول لك انا شخصيتي ولات قويه انه كيولي وقح، كيولي كيهضر وقح معاك كيتهضري معاك كيقول لك شي هضره اللي كيكرهك فراسك يقول لك ولا كيجرحك. لا هذه راه الوقحه، انا كنقول لكم الشخصيه القويه راه فيها بزاف ديال الحوايج، تعرفي تهضري، تعرفي تكوني محترمه نفسك، تكوني مؤدبه، تعرفي تختاري الهضره ديالك، تعرفي تولي تهضري باختيار الهضره. شنو اختيار الهضره؟ بدل ما نقول لك هذه الكلمه ما عرف شنو هو نحاول نبدلها على الله يجعلها تولي اون فرونسي. اختيار الهضره مع الوقت يولي تطبع فيك، انك كتطبعي على ديك الهضره. زائد ان اللي كنقولهم انا اللي داس لي على طرف، اللي شي واحد بغي يغول عليا اولا بغي يحقرني نحقره، اللي بغي يبين السلطه ديالو عليا نوريه السلطه ديالي انا، ما غاديش نخاف منه ونشوف ما بغا انا وياه. ولكن وي ماشي لا والله شي واحد شويه والله انا بيت في 5 مينوت ناكل زعما ماشي بزاف. دونك انا كنقول لكم اللي داس لي على طرف ما غنخليهش، ولكن ا كونديسيون باحترام. ماشي اي واحد غيهضر معايا غنهضر معاه خايب باش نبين انا شخصيتي قويه، لا راه كاين شي حاجه سميتها اللباقه في الكلام، الدبلوماسيه، ولكل كيف كنقول لكم لكل مقام مقال. ولكن مع الوقت اذا كان الانسان يتمادى راه ما غاديش نسكت ليه، فهمتوا؟ ما غنسكت ليش، غنبين ليه على ان خويا مازال حنا عندنا حتى شكوا مازال واحد من الساعة انا عندي، انا ضيعت غير كناكل ومعايا يلاه توتا لوخ كليت واحد البيتزا قبل ما ننعس، كليت بيتزا ونعست. دونك شنو بغيت نقول لكم، وانا غدا غنفيق بكري، غدا عندي رونديفو الصباح. دونك امين الله يحفظكم يا ربي. دونك كيف قلت لكم البنات، ما تجيش شي وحده تقول لي انا راه ما كنقدرش نخرج، جاي ما بغيتيش تخرجي، راه حتى الخروج مشيت انسكري كيف قلت لك في بلايص بعاد، راه كيحلوا لكم افاق جديده، دي بورتونيتي اللي كيخليكم تعرفوا مع ناس جداد في حياتكم، كيخليكم انكم تعرفوا مع ناس جداد، ناس واعيين، ناس كيف كتوليو راه كنقول لك حنا 40 زعما من 10 قوما 40 يوما ولا بحالهم زعما صار منهم. فشنو الواحد شنو راه الا بقيتي كتلقى مع ناس جداد، ناس واصلين، ناس فاهمين، دائما سيروا الناس اللي جروكم، ماشي الناس اللي نزل، ماشي قل منكم انا نطلعوا، لا قلبي على الناس اللي كبر منك وكثر منك مستوى فكريا في جميع المستويات، بغيتي المهم يكون حسن منك، هذاك الانسان غادي يخليك تبدلي بزاف ديال تبدلي بزاف من حياتك، من حياتك شنو تكوني انسانه تبقى اول حاجه يولي عندك طموح، هذاك الانسان يكون بحال واحد ايدول ديالك، يولي عندك طموح تبغي تولي بحال داك لا بيرسون. زائد على هادشي هذا تولي تعلمي هضره جديده، هضره قويه، يفتح لك افاق بزاف ديال الافاق، ماشي الافق صح، افاقات افق صح. انا باغا نخرج مع بابا وباش يخليني اش ندير، انا باغا نخرج سافر مع بابا، انا باغا نخرج سافر مع بابا، ما فهمتش اختي والله ما فهمت.
راه ماشي ضروري كنقول لكم انكم تسافروا، راه ماشي ضروري غير السفر، لا انا غنسافر، سافري على شي حاجه مهمه، ولكن غادي نمشي نخرج مثلا، قلت لكم غتمشي تمشي شي بلاصه تقراي، سيري حاولي ماشي ضروري حدا الدار عندك، سيري بلاصه بعيده. انا اقسم بالله في بريمير، اقسم بالله العلي العظيم، انا قدامنا كنقول لكم بريمير كوليج ليسي، في البريمير مشيت قريت عام في واحد المدرسه بعيده نص ساعه ديال الطريق، تعرفت مع بنات اخرين من داك المدرسه عام، غير عام واحد، دونك الشيء اللي خلى تيخلي الواحد انه يبدل من حياته، يبدل من الافكار ديالو، يبدل اختي من بزاف ديال الحوايج، ما تبقايش جالسه في بلاصتك، وما تبقاش جالس في بلاصتك حتى الدري باي دوي، لان راه كل نهار كتشوفي نفس الكمامر، راه اما غتزوجي من نفس الكمامر وتشوفي نفس العائله وتشوفي نفس لي بارون ديما، خلاص لي بارون الله يخليهم لينا، وكنقول لك زعما البيئه ديالك اللي هما جيرانك وهادو وهادو، حتى تتربوا على داك الشيء. وزائد حاجه اخرى، لي بارون لي مامون الا دبسوا مع شي وحده ما تبقاوش تقولوا لولادكم هذيك فاعله هذيك، ما تدخلوش في المشاكل، ما تكبروش فيهم الحقد والحسد، دبستي مع شي وحده طراك بلا مع شي وحده كنتي انت غلطه هي غلطه، بعدوا ولادكم من هذا تكبروهم في الحقد وتكبروهم في داك البغض، وتبقى حتى يدوي عليها وتبقى يتجمع مع انت كدوي وهي مجمعه حداك وكتكبري فيها داك البغض ديالكم وداك الحق. كنا كندابزو، كنا عندنا مشاكل، كنا ناس كنتخالفوا معاهم، هادي شي حاجه اللي هي طبيعيه في الحياه، ترى لك شي حاجه ما تبقى ما تهضريش معاها، ما تشوفيش فيها، ما عادي بحال ما كاين والو، ممكن هذيك المراه غدا مغديه تصالحي معاها، ولكن بنت كتبقى ولا ولده كتبقى تكبري في داك البغض وداك الحقد وداك من الطفوله، حرام عليكم. دونك البنت كتقول انا كنعاني بالكسل، كنقدر ندير والو بحال راه كيقتلني اكتئاب. شوفي الكسل كنقدروا نحيدوه، انا شاد التليفون كنقول انا كسوله، انا حاد التليفون اول حاجه، التليفون هو اكثر عكس، انا كنعرف بنات فريمون مسخات بسبب العجز، ما كنبغيش بلاصتهم، انا ماشي كنقول زعما انت مسخه، ما كنقول انا لاعجز تليفون السبب الاول والاساسي ديال لاعجز كسل لوسخ، بلات ما فيها ما تنوض، فيها ما تنوض طيب، فيها ما تنوض تصبن، فيها ما تنوض تعجن، فيها ما قطع التليفون. ايدي فام زوجات كاع ما كتحطش التليفون نهار تحطيه وتلقي هو النيت، ديريه مليه مع شي باف وديري موسيقى وملي تسيق عاد يعطيك لونفي انك تنوض تسيقي وتطيبي وتعجني فهمتو علاش؟ لان التليفون راه خدام طالق لك الموسيقى، واش فهمتو؟ ولكن انا شاده التليفون 24 ساعه نشوف هادشي لبست شنو درت، عين كابتشوري هادي، عين نحفظ صورتها، عين صرت لبنت عمي، عين ندخل للجروب اجي. اول حاجه كيف كنقول لكم، لاعجز كسل زائد وسخ، العجز والكسل يولدوا الوسخ، كتلقاي راسك حتى الحمام تدوش ما كتبغيش تنوضي ليه، هذه اول حاجه. الاكتئاب شي حاجه اللي هو صعيب على حسب شنو هو المرحله اللي دزتي منها وشنو هما المشاكل اللي طرات لك في حياتك، هادشي عادي، وحتى كنا نزلنا من اكتئابات، كنا نزلنا من دي بيريود، ولكن راه حنا كنحنا شي حنا لو كور ديالنا، اوكي الروح ديالنا كتكون مريضه، ولكن لو كور ديالنا الا تقعد من بلاصتو ومشى دار ديز اكتيفيتي وخرج ودخل وعرفنا، الروح ديالنا هي كتعالج بوحدها، كيقول لك انا في اكتئاب، راه ماشي لوكوغ ديالك اللي فيه اكتئاب، راه ماشي الجسم ديالك، راه الروح ديالك اللي فيها اكتئاب، دونك الروح ديالك فيها اكتئاب، فاش تقعدي ولا كتقعد من بلاصتك وتقول نوض، واخا ما فيكش نوض دير ديز اكتيفيتي، نوض لعب كره اخويا،
نوض اخويا نوض نوض اختي سيري اختي تمشاي سيري اختي دوري سيري اختي قلبي على خدمه سيري اختي عمري يجي لي واحد دي ادخلي ديري كلشي بي دي اف ديالك سيري اختي ما لقيتيش خدمه سيري اختي ديريها في التليفون ديري بي دي اف كلشي سيري اللي قال لك صيفطوا لي ديك الساعه داكشي باغي مي عافاك اخويا كنقلب على خدمه انا صيفط لكم السي في ديالي صيفط لكم داكشي ديالي كامل ديال الدبلوم هذا باغي مي طق 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 ممكن تلقي خدمه خدمه تدخلك فلوس وتبدلي من حياتك وتبدل انت من حياتك دونك الواحد ما يقولش انا راه في اكتئاب انا خاصني نبقى في الدار الدار كيزيدك اكتئاب كتلقى راسك انك انسان ما صالح حتى لحاجه انسان فاشل او انسانه فاشله كتبقاي تشوفي هي هادي سافرات هي هادي تزوجات هي هادي دارت هي هادي مشات لهنا هي هادي لبسات هي وانت في قصم الداخل وداكشي كيولد فيك الغيره وكتصدقي ديره في راسك شي حاجه تولي محمله لي بارون محمله خوتك محمله الدار علاش راه قلت لك طراك شي حاجه نفسانيا حسيتي بالروح ديالك مريضه تقعدي بلاصتك وهزي نوني نوني تقعدي راه الروح ديالك الا خرجتي بقيتي كدوري تمشي لهنا وتجي لهنا وتخدمي على راسك وتبري على راسك وديري دي زاكتيفيتي الروح ديالك مع الوقت غتشافى اكيد اكيد العقل السليم في الجسم السليم الواحد خاصو ينوض ويتقعد ينوض ويتقعد كنقولها ونعاودها اما الدراري واقفين مع الحيط هادي دايزه بهاد الجلابه هادي غدا بهاد الجلابه هادي لابسه هاد الجلابه يعني تسنى شي وحده حتى هي تكون فاشله دراري شي دراري حتى هما كيبغيو شي وحده فاشله اكثر منه وانا كيوصلوا لواحد السن معين كيبغيو غير يبقاو في كروغه في الزواج انا تزوج صغيره انا صراحه تزوج صغيره هي كانت غلطه اول حاجه انا تزوج صغيره وميم طو كانت شي حاجه زوينه في حياتي ما ندمتش عليها ان اول حاجه جبت لي رشا ثاني حاجه ستون اكسبيريونس بالنسبه لي زواج ديال الصغر صعيب وانا فاش كبرت مع الوقت ايتترا فاش وليت كنتلاقى مع البنات راه بيض وحده في اوروبا عندك انا كنعرف بنات في اوروبا بنات اوروبا مولودين في اوروبا مغربيات اقسم بالله الا عندهم واحد الدماغ بعدا في لا بلجيك عندهم واحد الدماغ زعما ما فهمتش كيفاش لي بارون ديالهم كيعلموهم على ان شنو خاصك تكبري خاصك تزوجي كتولي البنت مازال عندها 20 طون مازال ما كملها حتى حياتها يلا كتخدم تلقاي خدمه في شي حاجه ولا يلا بدات ولا درت شي فورماسيون بدات تغير الخدمه تبارك الله راك الحمد لله اوروبا هذه الحاجه زوينه انا واحد غير كيخدموا هذا كنت تقلب على الزواج لا انا الا انا ما تزوجش علاش لي بارون شوفي بنت خالتك تزوجات ريكارد تا كوزين سي ماري ريكارد لا لو مارياج ريكارد كتولي اي واحد تلاقات معاه باغا تزوج به علاش اوكي الزواج لي هرب من الزواج هرب من الطاعه ولكن فواحد لاج صغير كيخليك ما تشوفي ما تشوفي ما تخرجي ما تعرفي ناس جداد ما تعرفي ناس بعاد واصلين ما تعرفي ممكن فهمتي سبب عبدي وانا نعينك ممكن ربي لاقيك مع شي حاجه ما احسن لو بروبليم سي هو انهم كيتزوجوا وكيطلقوا راه هادشي اللي انا طرا ليا الحمد لله انا بابا تراشا اوني بيان حنا اوني دي زامي انصامبل ما عنديش حتى مشكل معاه ما عنده حتى مشكل معايا وانا كنحترمو وكيحترمني وكنهضروا في التليفون وكنتعاونوا على لابتيت ولكن كيف قلت لكم راه سي شنو اكسبيريونس اللي خلاتني انني كيفاش نقول لكم هاد الاكسبيريونس هادي خلاتني انني نقوي الشخصيه ديالي خلاتني انني بعد ما نبقاش ديال ما نبقاش بوحدي ولات عندي اول حاجه شخصيه ولات عندي مسؤوليه لان ولات عندي ولا عندي ان انفون دونك هذاك لونفون ما خاصني نخليه الدار خاصني فهمتي ما كنبقاش نفكر في راسي اما انا في لا بلجيك كنت ما كنخرج كنقول شنو ناخذ اللحم ولا ناخذ لي كوش تخيلتوا
وكانت ماما كتعيط لي كتقول لي واش تو فا بيان، كنقول لها تو فا بيان تو فا بيان، علاش؟ باش ما نحسهاش انني راني جو سوي با بيان. واخا ما الحمراء والو بالنسبه لنا، وانا من صافي من الاحسن ما كناكلش الحب، دابا مابقاش ناكل الحب بزاف. ولكن كيف كنقول لكم فاش تجيبوا ان انفون كتولوا تفكروا فيه اكثر ما كتفكروا في نفسكم، اكثر ما كتفكروا في راسكم، مسؤوليه. دونك علاش انا هزنا هذه المسؤوليه بوحدي؟ باي ذا واي انا هزيتها بوحدي حتى لدغنيغمون باباها عاد ولا فريمون ولا زعما ولا الى لا بوغال سينو. واحد لا بيريود كنت هزه لا بتيت بوحدي، والعامين الاولى كنت هزيتهم شي صافي، عشت بوحدي وسكنت بوحدي وكريت بوحدي وبقيت بوحدي، انا اللي مكبرها وكلها وشربها بوحدي. هادو دي زيكسبيريونس كيخلي الواحد انه يتطور من الشخصيه ديالو، ولكن صعب وما صعب، ولكن يتطور من الشخصيه ديالو. هما اللي خلاو انا دابا نكون ايمان. كان خاص الواحد يفكر، وليت نفكر من الحاجه في الحاجه قبل ما نديرها الف مره، شو شنو هما الخطوات اللي خاصني ندير، شنو ما خاصنيش ندير، شو حاجه مزيانه، شو حاجه اللي مصلحتي مصلحه بنتي. اكزاكتومون كيولي انسان قال كاين المجتمعات العربيه كاين زوج حاجات في المجتمعات العربيه كاين زوج حاجات حافظينهم، يقرا باش يخرج طبيب ولا مهندس ولا استاذ، ومع العلم ان كاين وظائف كيتخلص واحد اكثر منهم. مثلا بيتكوين دابا الناس اللي عندهم دماغ، بيتكوين دابا الناس كتدخل فلوس، كتدخل ولو ناس دي مليونير من البيتكوين. وانا كتلقى الواحد ما قراش، ما عندوش يمكن حتى الباك، وتبارك الله داير شي حاجه اللي هي كبيره في حياته. دونك الذكاء هذا سميتو الذكاء، الواحد خاصو يكون غير ذكي ويكون غير كيضرب. شو ما تفكروش بزاف زعمو، انا كيعجبني الانسان اللي كيكون جريء وكيزعم. انا كيقول لك شي هضره، لا كنتي جريئه ولا زعيمه، راه بلان زعمه بالنسبه لي انا مزيانه. وزعمه انا بيرسونيلمون الزعمه خلاتني نوصل بزاف ديال الحوايج كنت كنحلم بهم، وبزاف الحوايج درتهم من الزعمه. انا زعيمه وجريئه، ما كان ماشي انا كنقول لكم نعاود، الجراه ماشي هي انك تكون وقح، جريئه هي انك دير شي حاجه ما تقدرش ديرها. هي كتقول لا ممكن انا ما نديرش ديك الحاجه، اولا تقول شي حاجه، اولا تسول شي سؤال لشي حد عنده شي بوست عالي. انا لقيت مع ناس كبار وسولتهم اسئله، وكيف كنقول هذيك الاسئله جاوبوني عليها، زائد ان لفت الانتباه بزاف. ما كتبقايش الزعيم دائما سبحان الله كيكون، او للجريء الزعيم والجريء. فانا كيعجبوني الناس يكونوا دونك جاوباتك جاوبك وزني 18 ans فاش كنت تزوجت. دونك كنقول لكم نتمنى يكون هذا اللايف خفيف عليكم، والله وانا صافي غراب بليزير اني نحاول بارطاجي معكم ماشي حاجه صغار، نحاول نقدر معكم دي لايف سورتو في هذا رمضان هذا ان شاء الله. و علاش مازال حبيبه ما بدا الفجر باش نصلي، صليت العشاء صافي بلاتي شويه نوض نتسحر. العشاء بدبي زوينه
شفت دبي، دبي زوينة الصراحة. عشت بزاف ديال البلدان، مشيت لبزاف ديال البلدان في العالم، مشيت بزاف بزاف بزاف. ولكن دبي، دبي كوكب آخر. كاين الناس كيحسبوا ان دبي ديك دبي ديك دبي بالنسبه لنا حنا، الفكره اللي واخدينها على دبي او للخليج. ولكن دبي هنا الناس عايشين من جميع دول العالم، دخلوا ودايرين دي بروجي ديالهم وشارين دي فيلا ديالهم وعايشين حياه زوينه. لو سيرفيس زوين، نقيه، ناس زوينين، ناس مؤدبين، الناس كيحترموك. خرج في اي وقت في في اي وقت، ربعة ديال الصباح خرجي تمشاي، كل شيء يهضر معاك. دونك هذا بلاد الامن والامان، زائد ان هاد الدول هذه كتحل لك بزاف ديال يعني كتعطيك افادي بورتونيتي، كتخليك ان شنو تقدري انك تلاقي مع الناس جداد، ناس نقيين. زائد هادشي هذا هنايا الا كنتي فنانه كتقدري توصلي، الا كنتي طبيبه كتقدري توصلي، الا كنتي عندك في اي دومين خلاص زوين، وعندك واحد كيقدر يحاول انه يطور من نفسه. تجربة زوينة وعجبتني صراحة. وانا بيضوي راني عشت في لا بلجيك من تقريبا 13 سنة، ودابا انا بلج، انا مغربية وبلجيكية في نفس الوقت. ولكن دبي كوكب اخر، تعرف ما كنقولكش انا كنحسبها ماشي بالدول اللي كاينين في الارض، كنحسبها كوكب اخر تلمو زوينه. وفريمون تبدلات بزاف هاد الثلاث سنوات الاخيره، ولات من الدول اللي هي زعما جمعت تبارك الله كل شيء، والله يدومها عليهم. انا كنحمق على الناس اللي كيخدموا بلادهم، وبالعكس عثمان خاصك تجي، عثمان شجعو باش يرجع، خاصك تجي بيبي هنا حسن. مشي دير اخويا، السعودية زوينة ولكن اجي دبي، حنا كاينين هنا يعني ودينا. فاش نقول لكم، والله انا اللي كنحمق عليكم بزاف ديال الحب. انا مكرهش شي حالة تطلع معايا ديال البنات اللي عندهم مشاكل فهاد الوقت، لقيت غير الدراري اللي بغاو يطلعوا معايا. لقيت غير الدراري وانا بغيت البنات يطلعوا معايا، تحاول تعاود، ماشي مشكل انها ماشي ضروري توري وجهها، انها تعاود معايا ونهضروا تهضر معايا، يعني تعاود القصه ديالها. ولكن انا بقى والو خاصي باش نتسحر، باش ما يمشي لياش، باش غدا ما نجوعش. انا نادية، انا عمري ما دوزت تجربه الاكتئاب. انا واحد الانسان اللي دغيا كنخرج من اي حاله، ووصلت لواحد المرحله انني جم كونترول، يعني كان كونترولي فريمون راسي في اي حاجه، اللهم لك الحمد، شي اللي ما كيخليش الحاجه تاثر عليا. يعني اي حاجه كيف ما كانت، كيف ما جاتكم على بالكم، اي حاجه، لا في علاقات ولا في ناس ولا الناس دخلوا حياتي ولا في خدمه ولا في... ما كنتحبطش. انا انسانه كنحاول انني كنحاول انني نغير من الشخصيه ديالي، اولا من داكشي اللي انا كندوز فيه، داك الحاله اللي انا كندوز فيها في واحد الوقت اللي هو صغير بزاف، لانني فريمون جو كونترول. يمكن حاجه اللي فريمون تقدر تخليني انا في اكتئاب او لا في شي حاجه، اني لا فقدت شي حد من عائلتي. هذا هو الشيء اللي فريمون يا ربي زعما الله يديرها، الله يجعلهم يقبل من يومهم. ولكن الحاجه الوحيده اللي فريمون تخليني انه انا نقدر ندخل في شي حاله اكتئاب او لحاله اللي هي فريمون صعيبه. انا واحد الانسانه ما كنتخيلهاش، راسي كيحبس. ولكن حاجه اخرى، ناس كيف ما كانوا عابرين، خدمه، اي حاجه، ما عنديش مشكل، جيم كونترول. كان قوية في هذه القضية هذه، دغيا كان يلا تقعدي يلا اش كاين نيكست.
مرحبا بكاع لي زالجيريا، مرحبا بكم، احنا كلنا خوت. الله يحفظكم يا ربي، الله يحفظكم ونجيكم، خليكم خليكم العائله ديالكم. و ما عنديش قوه خارقه، الله هو اللي عنده القوه، انا ما عنديش تقوى، ولكن انا عاودت نفسي دائما. بغيتي اي حاجه توصلي ليها عاودي نفسك عليها في الايام الاولى، من بعد كتولي شي حاجه اللي هي كتولي شي حاجه اللي هي دائمه. في اي حاجه بغيتي تعافي عاودي نفسك انك تاكلي قليل، بغيتي ما تبقيش تحبي عاودي نفسك انك تعيشي هذه الحياه وديري دائما عاودي نفسك. قال لك عود نفسك، يجب ان تعود نفسك على الا تتعود. حاول انك تعود نفسك على اي حاجه، اي حاجه في الحياه. مش عندي قوه خارقه، انا مانيش كاينه قوه، الله هو القوي سبحانه، ولكن عود نفسك كيف ما بغات كل حاجه. عود نفسك حتى الطيبه، حتى الهضره، حتى لا فاصون دو بارلي، عود نفسك. من بعد غتولي شي حاجه اللي هي فيك. انا مثلا اعطيكم مثلا، انا فاش كنت صغيره كنت بنت الحنوسه، فاش كنت صغيره كنت بحال اي واحد، ما تعرفيش لي بروتوكول، ما تعرفيش كيفاش ديري تجلسي، ما تعرفيش كيفاش. ولكن مع الوقت عودت نفسي على انني جو برونونس لي مو، ماشي بحال لا غادي تقولي مثلا، نعطيك غير مثلا، تقولي الشيبي تقولي بلو سيال، داكوغ الشيبي، شنو الشيبي؟ ولا تجي وحده تقول لك قرعي، حبيبتي هذاك اورانج، شنو القرعي؟ دونك عاودي نفسك. عطيتكم انا عطيتكم غير امثله، تقولي شيتا، شي ناس كنعرفهم شيتا، لا مشطا، شيطا، لا بغوس، اون بغوس. في الاول كتعاودي نفسك، من بعد كتولي شنو هذيك التعود، كتولي فاش تجي تنطقي ديك الحاجه كتكوني معوده انك كتهضريها بحال كتنطقيها بحال هكاك. واش فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ عطيتكم غير مثال من الامثله، اما راه كاين بزاف، كاين بزاف ديال الحوايج. شي بنات كتجي عليا شي وحده كتقول لي شي كلمه، علاش ما تقولهاش هكا؟ فهمتوا؟ علاش ما تقولهاش هكا؟ علاش ما تقوليش هاد الكلمه هادي بلا واليوم تقوليها هكا؟ ما نعرف عثمان زينا تكون نعسات يمكن، دونك علاش ما تقوليهاش بحال هكا؟ دونك الواحد خاصو القراي. وباوي شكون اللي دافيك تقول لك القراي؟ ناري اختي هاد القراي زوين، شنو هو؟ علاش ما تقوليش اورانج؟ علاش ما تعوديش نفسك انك تقولي الاورانج نهار تنطقيها اورانج؟ عطيتكم انا غير مثال كنقول لكم. اما راه كاين بزاف ديال الكلمات اللي فريمون الواحد يخاز، وبزاف ديال الحوايج في الحياه. دائما عود نفسك على اي حاجه، مع الوقت كتعود كتولي كتهضر بحال هكاك، كتبقى تقول انا هكا الانسان ندير بحال هكا. حتى في كيفاش غتجلس كتولي سبحان الله كتمشي شي ان اوندرو كتجلس رجلي على رجلي، الجليسه زوينه الجليسه، علاش؟ لان عودتي نفسك على انك تجلس بحال هكاك، اولا تهضر بحال هكاك، اولا تحط تبقى مثلا دوك الناس كيهضروا هكا، لا يديدات لتحت. مع الوقت غتبقى يديدات ديما هكا، يديدات لتحت، تولي تهضري تهضري مره مره غير هكا هكا، مشي هكا. نقول لكم والله العظيم لا اللايف بغيتو ما يحبش، ولكن راكم عارفين ان اكيد بحال الصلاه، حتى الصلاه الواحد كيعاود نفسه عليها. في الاول كيبقى يقول تفضل برد، لا مع الوقت صافي كتعود. واحد الانسان كتولي شي حاجه من الاساسيات في الحياه، كيولي دي الدماغ ديالك كيتبرمج على داكشي اللي كديرو في النهار، الصلاه، سبور، تخرج، تهضر، ما عرفتش بغيت نسجل اللايف ونخليه حشمت. ما عرف زعما نخليه في انستغرام. صافي نحاول نسجلو ونخليه لكم في انستغرام. ف
انا غادي نمشي نتسحر كراش ندير لكم من بعد لايف، ولكن غدا غنفيق الساعه عندنا دابا حنا 4 ونص، وغدا مع 11 عندي رانديفو مهم، خاصني نعاود الناس باش نفيق مزيان. و جو فوزام تري فور، الله يحفظكم ليا. صافي بقا ندير لكم هاد اللايفات، وموش قبل من شاك لايف ندخلو ونحاولو اننا نهضرو على شي موضوع مهم. دابا حنا حاولنا نهضرو اليوم على البنات اللي ما كيقدروش يخرجوا من بلاصتهم، ما كيقدروش يطوروا من حياتهم، ما كيقدروش يخرجوا من الدار، ما كيبقاو في الدار كيتكلوا على عائلتهم، على على على, على وليدات، على على لي بارون ديالهم، كلشي على اللي سمعي اللي سمعت معايا. ف المره الجايه ان شاء الله ياكو هاي عيشتكم جلست معايا برنامج هذا. الله 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 الله، خاصني نشوف شي منتج يدير لنا هذا البرنامج هذا. ناقص باقي ان شاء الله صافي، غنبقى ندير لكم لايف بحال هكا، نبقاو نهضروا على مواضيع مهمه اللي حتى انا نستفد منكم، ماشي غير نتوما تستافدوا مني، حتى انا بغيت نستافد منكم ونستافد من لي زيكسبيرونس ديالكم، ونحاولوا نلقاو الحل لاي حاجه، ونحاولوا نهضروا على اجي نقول لكم واحد الحاجه، اي حاجه دازت في حياتكم ما تصعبوهاش، ما تشوفوهاش انها ناري جبل غيطيح عليا. عتي انا عندي واحد شنو كندير في راسي، كنقول طرا لي هذا المشكل ايوا هذا المشكل من بعد 10 ايام غيولي غير معاوده، تخيلوا لهاد الدرجه باش ما كنتخلعش من داك المشكل، ما كنبقاش كنطاطي، ما كندوش واحد النفسيه خايبه، فهمتوا؟ اولا واحد كيف ما كان الحجم ديال المشكل، اولا شهر اولا شهرين، الا كان كبير عام، من دابا عام هاد المشكل غيولي غير معاوده، تخيلتوا لهاد الدرجه. اقسم بالله باش ما كان كبرش الحجم ديال المشكل كيف ما كان في حياتي، لان انا فريمون دزت من مشاكل كبيره بزاف، لان حتى ولا اي مشكل ما بقاش عندي مشكل تحل، هو هذاك اللي بغى الله هو اللي غيطرى، واش غنموت واش غيختني شي حد واش غادي اش غيطرى، ما انه ما غيطرى، غيتحل واحد النهار، وما تحلش داكشي اللي بغاه الله هو اللي غيطرى. ممكن جيني شي حاجه احسن من داكشي كاع، يلا الله ما بغاش ديك الحاجه تسخر ليا، لان الله بغى لي واحد الحاجه ما احسن، هاكا فكري فيها بحال هاكا يا روحي. خليكم ليا جبوزين تخفخ صافي. المهم انا غدا نعاود ندير معكم لايف صافي، يلا بيزو وبوني ودعوا معايا، بيزو بيزو.